كيفاش كتصوبي هاد الشرموله؟ واخا داكشي اللي كاين باش ما نطولش، يعني الشرموله الحوت كلنا كنعرفوها. يعني حاجه وحده اللي كنزيدوا عليها، يعني الكمون وبيع وهذا كنزيدوا معلقه ديال مطيشه الحك. ايه وبطاطا محكوكه. يعني كنشدوا بطاطا كنحكوها وكنعصوها من الماء ديالها مزيان، يبقي كنزيدوها على ديك الشرموله. ايه كنخلطوهم مزيان وكنقاد شريكات هكا ديال السردين وكنرجعوهم يتقلاو في القلي. كتقليهم؟ كنقليهم شريكات السردين. ملي كنقليهم كنقاس البوطه مزيان. يعني ماشي كنجهدها، كنقصها مزيان باش ملي يكون يتقلى هذيك البطاطا اللي في الداخل تاهي طيب. اذا هذا القلي في الزيت ولا كطيبيهم شويه في الزيت؟ لا كنقليهم بحال الا كنقليهم عادي. كتقلي معاه البطاطا، البطاطا اللي كتكون ملفه في ديك السردين. ايوه يعني وبطاطا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء كتسولك واش بطاطا مسلوقه ولا خضراء؟ لا بطاطا عاديه، يعني تنقيها وتحكيها تعصريها من الماء ديالها وتخلطيها مع الشرموله اليوم مطيشه الحك. اييه يا بخي كديريها وسط هذوك السعيدات وحده فوق وحده وكتديريها في الدقيق. بعد كتقليها كتخليها تنقصي عليها البوطه حتى كتطيب ديك البطاطا اللي داخل. ومن بعد راه كيجي اعجاب زعما ما سعيت نطيب لكم شي صينيه ونقدمها لكم انت وديك الاخوات. وراه بحال الا ذقناها. الله يخلي لك يديداتك ويخلي لك صحيحتك. تحيه كبيره ليك، تحيه كبيره ليك، وراهم غيجربوها من عندك ويدعيو معاك. تحيه كبيره ليك لطيفه من سلا. شكرا 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 ليك. تحيه كبيره.